صار الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أهم ما يميز الاحتفال بالأعياد والمناسبات، والتوسع فيه واحدة من أسس السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 155 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. شعور الحمد لله بالعفو فضل من ربنا سبحانه وتعالى ثم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان شعور جميل جداً لا يوصف، وطبعاً يعني فرصة جميلة جداً إن أنا أخرج تاني للمجتمع وأبدأ حياة جديدة مع أسرتي ومع أهلي. مركز إصلاح وتأهيل الجديد في أوضة النطرون بيعلمنا صنعة نطلع نستفادوا بيها برة، لو حد داخل معهوش صنعة ولا بيشتغل بيتعلم صنعة ويطلع يشتغل بيها ويبدأ حياته بيها. لجان عقدها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو من بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل انتهت أعمالها إلى الإفراج عن هذا العدد الذين يستقبلون حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. مبسوط طبعاً وفرحان وبشكر سيادة الرئيس اللي هو حط أسامينا في العفو. تعلمت صنعة خياطة وأطلع أفتح ورشة برة وأشتغل وأتجوز وأبني حياة جديدة برة. تم تأهيل هؤلاء النزلاء وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عند تطبيق العقوبة في وقت يتم فيه توفير رعاية معيشية وثقافية وصحية ملائمة لهم، وهو ما سوف يسهل لهم سرعة الاندماج في المجتمع بعد خروجهم من هنا. بصراحة مراكز الإصلاح والتأهيل تحس إن هي نقلة تانية، السجين غلط بيتعاقب بس في نفس الوقت الحقوق، أنت ليك تعبان بتاخد حقوقك الطبية، أنت راجل مثقف تنزل مكتبة بتقرأ عايز تزود من علمك بتقرأ، أنت راجل مش حاصل على شهادة عايز تحصل على شهادة تحصل على شهادة من داخل مركز التأهيل، أنت راجل محو أمية بتاخد محو أمية. لقيت هنا منتهى الاحترام، منتهى الرقي، منتهى السمو في التعامل، لقيت فعلا جمهورية جديدة، دولة جديدة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما كنتش متوقع إن احنا هنطلع في العفو ده، احنا اتفاجئنا ان احنا خارجين فيه تعلم المخبوزات جوه. هطلع ان شاء الله وهشتغل نفس اللي انا اتعلمته جوه وشغل اللي انا اتعلمته. لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد ان فتحت ابواب مراكز الاصلاح والتأهيل لخروجهم الى المجتمع ليجدوا في استقبالهم اسرهم وذويهم الذين أشادوا بقرارات العفو الرئاسي التي تعد فرصة جديدة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة. الحمد لله النهاردة خرج ابني يحتفل معنا بالعيد، والحمد لله بنشكر سيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه جنبنا وجنب أولادنا، وأنا بجد ما كنتش مصدقة إن هما ممكن يتصلوا بي ويقولوا لي إن ابني خارج النهاردة. والله إحساس النهاردة ما توصفش بأي كلام، يعني لو قلتك أي كلام مش هيعبر على إحساس الفرحة والجمال اللي احنا حسيناه من ساعة التليفون ما جالنا امبارح إنه هيطلع عايد معانا. بصراحة إحساس ما ينفق، يعني الكلام قليل على وصفه. مهما قلت الكلام مش هيوفي شكري وتقديري وعرفان السيد الرئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعطفه وحنانه. يأتي الإفراج عن هؤلاء النزلاء في إطار تفعيل وزارة الداخلية لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هي أحد الأبعاد الإنسانية في منظومة السياسة العقابية الحديثة، والتي تهدف في المقام الأول إلى إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة مسلحين بما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.